حاجه منعاه، ولكن باب برادلي الحقيقه اخذ موقف وحزين وبيقول انا بستبعد الفتره الجايه دي شيكابالا، وايضا بيستبعد محمد زيدان، بس بيستبعد محمد زيدان بقى لاسباب اخرى هي مكتوبه عندنا، بس انا مش يعني انا مش مستوعبها قوي. هو يعني التصريح بيقول ان زيدان راح قعد مع باب برادلي واتكلموا مع بعض، وزيدان قال له انا بفضل ان انا ابعد الفتره دي لان انا مش قادر اواجه الجمهور او الجاليه المصريه في قطر، وان انا وجهت الى يعني حمله شرسه يعني او حمله كبيره جدا من الاعلام، فانا يعني افضل ان انا ابتعد شويه. مش عارف يعني، هو زيدان جه حوالي 48 ساعه عشان يبارك لوالدته بفوزها بانتخابات مجلس الشورى، ماشي، بس هو الراجل ما وجه يعني مفيش حد وجه عليه اي حمله ولا اي حاجه خالص، ولا زيدان زي راجل نجم مصر ما عندوش ادنى خلافات، وراجل يعني زي ما بيقولوا نجم شباك، ومفيش ادنى مشكله مع اي اعلام رياضي. مش بقول عليا، بقول الحقيقه على كل الاعلام الرياضي عشان ندي كل واحد حقه. هو الراجل كان ليه مواقف احنا ما فهمناهاش، احتفل في ماتش وطلع بزازه في ماتش وعمل قصه في ماتش احنا مش عارفين، كان واجب ان الراجل يطلع او زيدان يطلع يعتذر او يقول والله انا اخطات. مش عيب اي واحد يقول والله انا في اللحظه دي انفعلت واخطات وخلاص، ما فيش ادنى مشكله ويصلح من خطاه، لكن الراجل بيقول ان الاعلام مضطهد، هي شاشه التلفزيون اللي بتقول، يعني ما حدش قال زيدان عمل وهو الراجل ما عملش، هو الراجل طلع في التلفزيون وعمل كده. فانا يعني وجهه نظري ان هو على زيدان ان هو كان يعتذر او كان يرجع الفتره دي المنتخب مع بلاده ويصالح الجمهور بشكل ما ويرجع، احسن بكتير جدا ما يوجه اتهامات للاعلام الرياضي او 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 او، لان انا يعني مش فاهم القصه دي. المهم يعني بنتمنى له التوفيق. محمد زيدان برضه لعيب كبير ولعيب محترم، وان شاء الله باذن الله يكون موجود في صفوف المنتخب المصري. يا جماعه احنا بنتمنى التوفيق لكل الناس، بنحاول اي خطا نعديه، بس في حاجات ما بنعرفش نعديها، يعني في حاجات بنحاول نقول للناس نعديه، بس الشخص نفسه بيبقى مش عايز يعدي او مش عايز يعدي الازمه. بنشوف عماد متعب بيخطا، عبد الله السعيد بيخطا، عمرو زكي بيخطا، حازم امام بيخطا، حازم امام الصغير، بس مفيش مشاكل بيرجع ويعتذر ويصالح جمهوره، وبنفتح صفحه جديده وبنتكلم، الغلط بنقول غلط والصح بنقول صح، يعني مش شايف ان هي فيها ادنى خلافات. يعني هنرجع تاني لنادي الزمالك وميدو يتألق في